في الرابع جوان المقبل بدأت تتصاعد هنا بمختلف المدن الإسبانية، وخاصة المدن القريبة من مكان تربص الخضر. قرطاجنا أو قرطاجينا هي إحدى المدن التي يتواجد فيها عدد كبير من الجالية الجزائرية، والتي تنام وتستيقظ على وقع مباراة الدربي في الرابع جوان المقبل. إن شاء الله يكون في روح رياضية، يلعبوا في روح رياضية إن شاء الله، ويكون احنا أخوة بين شقنا المغاربة إن شاء الله والجزائريين، وإن شاء الله يا خويا اللي فيه خير ربي يجيبه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم إن شاء الله المقابلة تمشي في روح رياضية عالية، وإن شاء الله نعطيهم زوج بزيرو، الجزائر زوج المغرب زيرو إن شاء الله. إن شاء الله سمعونا، إن شاء الله يكون ماتش مليح إن شاء الله، وإن شاء الله سير احنا إلى ما درناش سكور مليح رانا نروحوا بالنيل بالإكس، إلى زعما خسرنا نروحوا بالإكس، وإن شاء الله تكون في روح رياضية المقابلة إن شاء الله. تنطلبوا المقابلة حبية وتنطلبوا المغرب 2-0.